عندنا هذا شنو اليوم؟ عندنا هذا أنوفلس زين، ونقول الميل ماوث بارت. أوكي لازم نقول هيك بالستيج ما تقول ميل ماوث بارت. طبعا هسه نجي إحنا عندنا شنو؟ عندنا الكيولكس وعندنا الأنوفلس زين، والأنوفلس بيها ميل وبيها فيميل، والكيولكس بي ميل وبي فيميل. إذن هسه قبل أي شيء شلون نعرف هل هذا ميل أو فيميل، سواء كان أنوفلس أو كان كيولكس؟ تجي للأنتنة مالتها هاي، أنا سنقرب عليها شوية. هاي إذا شفتها هتشي مريشة وطالعة ريش مالتها هتشي صايرة هواية، هاي قبل تقول هذا ميل. إذا كانت رفيعة الأنتنة مالتها، طبعا الأنتنة هي شنو؟ هي تكون كلش البريفرال، آخر وحدة كلش على الطرف صايرة هي هاي، هي هاي الأنتنة. إذا كانت long و pulmous in appearance فقبل تقول هذا ميل. اي مريشة بالضبط. بينما كانت خط واحد وهيك وصغيره لا ما راح تكون شو اسمه، راح تكون فيميل. زين هسه انا من اعرفها ميل بقى شنو اعرف؟ اعرف هل هي الكيولكس او الانوفلس. وين اجي؟ اجي الذني. هسه قبل اي شيء خلينا نعرف شم شغله. هاي المنانه، هاي وهاي المنانه. ذني شنو؟ ذني ماكسيلاري بالب. اوكي اذا البلبرفري هذا ماكسيلاري بالب وهذا ماكسيلاري بالب زين. وعندك اللي بالنص، هذا اللي بالنص هذا هو البروبوسس زين، البروبوسس. فاذا عندي هذا البروبوسس وذن الثنات شنو؟ ذن الثنات الماكسيلاري زين. طبعا شلون اعرفه؟ اول شيء راح اشوفه نفس الطول، يعني ثنات ابروكسيميتلي ذا سيم لينث البروبوسس والماكسيلاري. ثاني شغله بالماكسيلاري اشوف ذني بس شويه اذا الماكسيلاري اشوف سوالنج بعد شلون منتفخه، معناه شلون منتفخه. من اشوف هذا السوالين قبل اقول هذا انوفلس. جيد. فاذا اول شيء شنو اعرفه؟ ميل لو فيميل من الانتنه مالته. من اشوف هيك اقول هذا ميل، وايضا بعدين اروح للمكزيلر اشوف السوالين مالته. اذا هذا ميل انوفلس ولازم تقول ماوث بارت. هذا هو.